أهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثالث من البرنامج نفرده لفوز قيس سعيد بالسباق الرئاسي في تونس وأبرز التحديات التي يواجهها في ولايته الجديدة. يسعدنا كثيرا أن تكون معنا من باريس السيدة سهام بادي، وهي وزيرة سابقة وناشطة سياسية وحقوقية. أهلا وسهلا بك يا سيدة سهام معنا، كما يسعدنا أن ينضم إلينا من باريس كذلك السيد صلاح الدين الجرشي، وهو إعلامي ومحلل سياسي. أهلا وسهلا بك معنا، هو مباشرة معنا من تونس. سيدة سهام بادي، هذه النسبة المتدنية للمشاركة ألا تطرح مسؤولية المشروعية في تونس؟ أكيد تطرح مسألة المشروعية، لكن تطرح مسألة المشروعية لمن؟ بالنسبة لقيس سعيد لا يهمه ذلك، فهذه النسبة هي مشابهة تقريبا لنسبة الاستفتاء على الدستور الذي كتبه بيمينه، وهي نسبة يعني مثل نسب الفارطة في الانتخابات المحلية، وفي جزء منها لم تتجاوز 8 أو 12% حسب روايات متعددة. وبالتالي بالنسبة لقيس سعيد هذا لا يزعجه، هو المهم أن يمر، كلفه ذلك ما كلفه، وقد استعمل في سبيل الحصول على ذلك يعني في كل مراحل الفترة الانتخابية تجاوزات وخروقات قانونية بالجملة. هل أنها تمثل مشكل بالنسبة للنخبة بالنسبة للشعب؟ هذا أكيد، يعني أنه هناك عزوف كبير وهناك دعوة للمقاطعة من أحزاب عديدة، لذلك نرى أنه هذه النسبة كانت لما هو عليه، بالرغم أنه جزء من المعارضة كان قد ارتأى أنه لا يمكن التغيير إلا عبر الصندوق، وبالتالي فإن المشاركة أجدى والمقاطعة لا يمكن إلا أن تخدم قيس سعيد، ولذلك هذا الانقسام بين الرأيين ربما كانت حصيلته هذه النتيجة التي هي كانت يمكن أن تكون أقل من ذلك بكثير، لولا أنه ارتأى أيضا البعض أنه الأجدى هو في الذهاب إلى صناديق الاقتراع والتغيير عبر صندوق الاقتراع. ما سيد الجرشي، أريد أن أسألك عن الذين صوتوا لسيد قيس سعيد، ما الذي أقنعهم في خطابه رغم الانتقادات الكثيرة التي توجه له داخل الفضاء التونسي وخارج تونس كذلك؟ الكل تقريبا يعبر عن قلقه من التجربة التونسية في حد ذاتها. وسؤالك هام جدا، لأن عدد هام من التونسيين لا يزالون يتفاعلون بشكل إيجابي مع الرئيس قيس سعيد، رغم انتقادات المعارضة ورغم ما يقال عن الوضع التونسي الصعب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. ولكن الذي يفسر ذلك في تقديري أمران: الأمر الأول أن التجربة الديمقراطية التعددية التي مرت بها تونس قبل 2019 لم تترك انطباعا إيجابيا لدى التونسيين. هناك انتقادات كثيرة من التونسيين للأحزاب وللسياسيين الذين تحملوا مسؤوليات في الدولة. هذا الانطباع ما زال يؤثر ويوجه جزء هام من الرأي العام. الجانب الثاني اللي هو يمكن أنه يفسر لنا هذا التفاعل مع قيس سعيد رغم ذلك، هو أنه رغم قلة الإنتاج، رغم قلة الإنجازات التي لم يحققها قيس سعيد في السنوات الخمس الأخيرة، إلا أنه ما زال يعتبر الرجل الصادق والنظيف، وبالتالي يتعاملون معه وكأنه هو الذي سينجز هذه الوعود، اعتقادا منهم بأن الذي يعرقل إنجاز هذه الوعود ليس قيس سعيد وسياسته وعدم قدرته على اختيار الأشخاص المناسبين، ولكن الذي يقف ضد ذلك ويعرقله ويمنعه من العمل هم المعارضون الذين يعتبرهم الرئيس قيس سعيد فاسدون وعملاء للخارج. إذن هذا الخطاب ما زال تأثير مهم على مستوى الرأي العام.
طيب سيدة سهام بادي، حتى وإن كان هذا الفوز الذي وصف بالمحتشم للسيد قيس سعيد، هناك من يقول إنه يعطي كذلك ضوءا أخضر له من أجل التمادي في الانتهاكات الحقوقية. اليوم الوضع الحقوقي في تونس هل هو ما زال مقلقا بالنسبة إليكم، أم على الطاولة اليوم ربما التراجع عن بعض السلوكات التي تضر بصورة تونس خاصة على المستوى الدولي؟ أرى أنه قيس سعيد هو مستعد لكل شيء من أجل بقائه في الكرسي، يعني وذلك بمضايقة وملاحقة المعارضين والنشطاء السياسيين من إعلاميين ومن رؤساء أحزاب ومن مدونين، لأنه هو حتى تبقى هذه الصورة التي ذكرها ضيفنا اليوم السيد الجورشي، حتى يحافظ على هذه الصورة فيجب بالطبع أن يلقي التهم الجزاف على الآخرين، ولا يجب أن يسمع صوت غير صوته، وبالتالي أي صوت يعلو فوق صوته أو يخالفه فيكون مكانه إما السجن أو الملاحقة أو التهديد أو المنع من السفر، وبالتالي فإن المصير المعارضة ومصير الرأي المخالف بالطبع هو التعرض إلى شتى أنواع الخروقات وتجاوزات لحقوق الإنسان. للأسف أنه اليوم يعني السجناء الذين يقبعون في السجن ليست هناك أي بوادر انفراج، وبالتالي نخشى أنه بقائهم في السجن بملفات تكاد تكون فارغة وبدون أن يمثلوا أمام القضاء وبدون أن تكون هناك محاكمات عادلة، وبالتالي الوضع بالعكس ينبأ بأننا نذهب نحو الأسوأ. والآن قيس سعيد وهو ليس في نهاية مدته ولم يعد يعتبر كرئيس منتهي ولايته، بل هو يرى نفسه أنه رئيس جدد الشعب ثقته فيه من جديد، وبالتالي سيخول لنفسه ربما تجاوزات أدهى وأمر ومزيد من القمع ومزيد من السجن ومزيد من التخوين وربما أكثر. يعني هذا الخطاب المتشنج الذي عرف به من نعت كل من يخالفه بالتآمر وباللاوطنية وب يعني مختلف الصفات، بالتالي الآن ربما هو في أريحية أكثر اليوم، لأنه هو الآن يعتبر نفسه له مدة 5 سنوات جديدة، يعني وقع تجديدها من أجل أن يمارس فيه كل السلطة التي يمتلكها بيده من أجل تثبيت أكثر يعني بقاؤه في هذا الكرسي الذي لم يرد أن يعني أن يقاسمه مع أي أحد أو أن يتنحى عنه عبر الصندوق. طيب الأستاذ جورشي، استسمحك الأستاذ جورشي، نحن نعرف أن تونس كانت تعاني من أزمات اقتصادية ربما مقلقة جدا، عندها علاقات متوترة مع المؤسسات الدولية، الكثير من القروض رفضت لها، هذه نسبة المشاركة المتدنية لا تخدم كذلك سيد قيس سعيد. على الطاولة اليوم هناك إصلاحات اقتصادية حقيقية، لأن المواطن التونسي كما تعرف يعاني الأمرين، يعاني من نقص في المواد الغذائية والمطالب الاجتماعية كثيرة اليوم في تونس. شوف يعني لكي نفهم ما الذي يجري في تونس يجب أن نبني على أساس أن الرئيس قيس سعيد يعتقد بأنه صاحب رسالة، وأن هذه الرسالة تتجاوز الإطار التونسي وتصل إلى المستوى العالمي، فهو يتوجه في خطاباته دائما إلى العالم، وكأنه هو المسؤول عن تغيير ليس فقط الأوضاع في تونس ولكن في العالم. هذا الخطاب الذي يبدو متعاليا عن الواقع وعن مشكلاته يجعل من رئيس سعيد يعتقد بأنه المرحلة القادمة ستكون مرحلة الإنجازات، هو لم تتحقق إنجازات فعلية مهمة وملحوظة في الـ5 سنوات الأخيرة، لكن ذلك يعزه إلى وجود معارضين وفاسدين يلعبون دور ويعرقلون إنجاز هذه الأهداف. لكن خطابه الآن والذين يلتفون حوله في حملته أكدوا بأن الرئيس سيقدم على مجموعة من الإصلاحات،
إلى حد الآن غير واضحة هذه الإصلاحات. سياساته الاقتصادية تبدو وكأنها سياسة مرتبطة بالمشكلات اليومية، ولكن عمليا على مستوى متوسط أو بعيد المدى لا توجد أهداف واضحة. هناك أهداف عامة يشترك فيها قيس سعيد مع كل الذين ترشحوا أو يتحركون في الإطار السياسي: إصلاح التعليم، الرفع من مستوى المواطن، تخفيض رفع الأجور إلى آخره. كل هذه أهداف عامة جدا، لكن لا توجد التفاصيل ولا توجد كيف سيحقق هذا الملحوظ أساساً. ليس هناك مشروع تونسي حقيقي اليوم للتغيير. بالمقابل المعارضة لديها مشروع تغيير، مشروع خارطة طريق للتحرك من أجل إنعاش ما يمكن أن ينعش في هذه التجربة الديمقراطية التي كانت توصف بالاستثنائية في المنطقة. وفي جزء من الصعوبات والنكبة التونس في الحقيقة هي مرتبطة أيضا بالمعارضة. لا توجد معارضة قوية فاعلة معناها لها رؤية، لها خطة عمل، لها أهداف مشتركة، لها تصور لبناء انتقال ديمقراطي فعلي. ولذلك ما يحصل الآن في تونس هو جزء منه أساسي نتيجة هذه الفوضى التي مارستها المعارضة ولم تكن في مستوى الأهداف والثقة التي منحها الشعب. ما الذي خنق هذه المعارضة من الأستاذ جورشي؟ الذي ماذا؟ ما الذي خنق هذه المعارضة؟ نحن نعرف أن في تونس هناك تقاليد المعارضة، على الأقل الجانب النقابي كان نشط جدا، ورأينا أنه أحدث الكثير من العلامات الفارقة في تاريخ تونس الحديث. النقابة أين هي اليوم؟ الذي يتابع وضع المعارضة في تونس والأحزاب السياسية يجد بأن هناك أمر مهم جدا لم تمارسه الأحزاب ولم تمارسه حتى النقابات، وهي النقد الذاتي، مراجعة ما قاموا به، التفكير بطريقة مختلفة، التفكير من خارج الزاوية التي حشروا فيها أنفسهم. ولذلك المعارضة تختلف بما في ذلك أيضا الاتحاد العام لتونس الشغل، الذي رغم أنه منظمة أساسية في تونس هو الذي يقود المجتمع المدني أو يفترض هكذا، لكنه مع ذلك لم يقوم بمراجعات ضرورية. سيدة سيامبدي، بقي دقيقة واحدة، هل هناك تنسيق بين المعارضين خارج تونس؟ هل هناك خطة عمل؟ أتصور أنه الآن وقد استعد قيس سعيد جميع فصائل والمعارضة بكل أطيافها وألوانها. لم يعد أمام المعارضة الآن من خيار إلا أن توحد جهودها وأن تفكر جميع، لأنه نحن في قارب واحد، إن غرق فسوف يغرق بالجميع، وعلينا إنقاذ بلادنا من الغرق، لأنه قيس سعيد لا يملك لا برنامج ولا تصور واضح، ولكن عمليات ارتجال، وليس له بالطبع ما يمكن أن يعطي بصيص أمل للمستقبل. وبالتالي هناك مبادرة حقيقية للمعارضة اليوم في توحيد الصفوف؟ نعم، هناك رغبة حقيقية وهناك مساعي من جهات عديدة تحاول أن تجمع وأن توحد صفوف وتلم شمل المعارضة، وإن نجحت المعارضة في ذلك فهي المستفيدة الأولى، ستكون أقوى، ستوحد جهودها، وسيمكن لها أن تقف صفا واحدا يعني قبالة ما تتعرض له بلادنا من دمار وخراب يعني إلى حد الآن. وأتصور أن القادم أسوأ لو بقي قيس سعيد في السلطة. شكرا جزيلا لك يا سيدة سهام بدي على كل ما تفضلت به، الشكر موصول، وجزيل الشكر كذلك لي سيد صلاح الدين الجرشي على كل ما تفضل به من إضاءات. شكرا لكم مشاهدين على المتابعة، نلقاكم بخير بإذن الله.